وردة سرها المحبة. قوتنا في هريستنا. اليد في اليد مشيت معايا، سمعت الصوت لقيت غنية، شفت الوجه لقيته مراية، كفاحت ولات حكاية، وكتابت بنتها نهاية. نجمة اللون ذهب وكل شي فيها يتحب، نجمة راك حرة. كي يسألوك على الأصل الطيب قلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن ما زرعنا نجمعوا حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصانعنا لضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا، صناعة الأجبان. أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة، كل شيء محسوب، باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاستو، ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم. وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتو، على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ يا ذا الأزهر مزهروني ديما مزهر ومعدل كل منقالة، أما في قضية الدار الأزهر يخاف من مرت وموش نورمال. تيوينو الخبز قتلك سلق مش معدنوس، صبو نخضر مش ممسك، الحم مش دجاج. أوه ما عنديش الزهر في قضيتك. أما عندي الزهر كي خبيتك. من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر تبنن زهرك. من رجع المعدنوس وعليش نرجعوا فيه؟ مع سمارت شيف مسهلها البنة. لا لا لتساقط الشعر بعد اليوم، إريكسل مكمل غذائي يحتوي على كل ما يستحقه نمو الشعر من فيتامينات أساسية. إريكسل فيتو لمعالجة وتقوية الشعر من جذوره ومنع تساقطه. إريكسل شامبو لشعر أكثر جمالا وحيوية. إريكسل الحل المتكامل ضد تساقط الشعر. إريكسل تقنية سويسرية من مخابر لونفول فارما. حبيتونا في الياغورت، حبيتونا في الحليب، حبيتونا في الجو، حبيتونا في الجبونات، وعلى خاطر محبتكم لينا أمانة اليوم نودوكم رمانة.
أوديليس المال جديد متاع ديليس، يتميز بتركيبة نقية خفيفة ومتوازنة خالي من النترات. ما ديليس صفي بدنك. صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من الماتينال، بداية أسبوع موفقة إن شاء الله للناس الكل. في حلقتنا اليوم باش نحكيو على جراحة السمنة في تونس، وين وصلنا في الجراحة هذية، وخاصة باش نعرفوا الأنواع متاع العمليات، كيف كيف باش نشوفوا وش نحكيو على وكالة المواني وتجهيزات الصيد البحري في تونس اللي مش برشا نحكيو عليها، ما اليوم باش نعرفوا الوضعية متاعها عموما. هذا وغيره باش تلقاوه في برنامج الماتينال اليوم. ما قبل نقولوا بونجور صفصوف. بونجور يا فاطمه، بون ديبيل سمان، ان شاء الله تكونوا عديت انت والشيفان والمشاهدين ويكاند مزيان وتحفون. نصبح عليكم ونصبح عليكم انتم اوفياء برنامج الماتينال، ان شاء الله نهاركم زين وبنين وكل طاقه ايجابيه وبرشا برشا محبه. كي لقينا وقت في اخر ليميسيون تنعملوا فقره سامباتيك، سينو بالحق اقعدوا اتفرجوا خاطر الكونتوني نتاع اليوم ياسر ياسر مهم، خصوصا مع الدكتور وبرشا مواضيع اخرى. ايوا في بالك اللي في الويكاند اللي تعدى اكثريه الاولياء نتاع تونس قاعدين يحفظوا في المحفوظات، يحكي الفرنسي بالعربي ويعملوا دراسه النص ويعملوا فيهم الكل. ربي معاهم. صباح الخير يا شيف. صباح النور، نهاركم زين. صباح النور شيف فتحية، صباح النور البنات. مشاهدينا أينما كنتم صبحوا عليكم بالخير والخيرات اللي يجيوكم من قناة التاسعة في برنامج الماتينال. اليوم شيف فتحية في كوجينتنا باش تقدم لنا الحلو، ثم مالح ولا حلو بركة؟ ثم حلو اليوم، ثم حلو أما فيه تكنيك، حاجات تكنيك. باهي باش نشوفوا مع بعضنا الحلو اللي باش تقترحوا علينا شيف، شنو هو باش يكون؟ باش يكون مافينز سمارت شيف، لكن اليوم باش نوريكم كيفاش تعملوا بقشور الميدالينا، حاجات بنينة لي زاغوم نتاعهم كل شيء. لا بالقشره بالقشره في حد ذاتها نوكلكم القشره بتاع الميدالين، حاجه فرشكه. يعطيك الصحه. دونك هذه بكل اجاز، انا عندي البروكدان وعندي لي زاغوم، مي اليوم باش يكونوا في السلطه. كيفاش باش نعملهم هذيا تو نعطيكم تفاصيلهم معاهم. هما باش نحضر حاجه كيما الطاجين تو نقول لكم عليها من بعد، باش يكون فيها تن البدر وباش يكون فيها الفخوماج البنين من عند مرياح. هذوما باش ناخذوا تفاصيل وحيده وحيده، لكن قبل نبدو نهارنا بالنشاط والرياضه مع الرياضيين وفاطمه السويد. مشكورين لي شيف. نهارنا نبداو بسبوت الخاصه بمرياح جبن اللي هو 100% حليب تونسي، واللي في اقتضاب هكا تعطينا عليها فكره صافية. كما قالت فاطمه، جبن 100% تونسي، نقول لكم جبن 100% حليب طبيعي. اليوم ما فخوماجري مريح توصل لك الليفغيزون، حتكش الباب الدار مجانا على تونس الكبرى مختلف ولاياتك. كيفاش تعدي الكماندا؟ ما عليك، انت تدخل الباج فيسبوك والا الباج انستغرام فخوماجري مريح وتلقى نوامر تليفونات وتوصل لك الكماندا في اسرع وقت. مشكوره صافي. نشوفوا لي سبورتيف دو بيبي جيم اش محضرين. كي يسالوك على الاصل الطيب كلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن ما زرعنا نجمعوا حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقفوا عليه في مصانعنا الضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا، صناعة الأجبان. أجبان مرياح، سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة، كل شيء محسوب، باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاصتو ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين ايديكم، وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا، على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو. أجبان مرياح، ديما لمحبتكم ساعين. مرسي فاطمة، عسلامة ناس كل، مرحبا بكم. صباح النشاط والحيوية كالعادة على قناة التاسعة. اليوم إن شاء الله أون بارتنيريا أفيك نيس، أون فا ترافاي روبريك de sport pour tonifier et sculpter le centre du corps. Donc, rubrique avait juste un morceau de 5 minutes. On va travailler partie inférieure et partie supérieure de l'abdominaux et même les obliques. Okay? Donc, travail intense. Suivez-moi.
بيان سور لي ديبيتون ومن بعد نعطيكم لي استوس اوكي يال كوشي دوغس Bravo. Donc bravo tout le monde. Donc Merito, un petit morceau, désolé, un petit morceau de 5 minutes pour travailler le sens du corps, pour avoir des tablettes de chocolat et aussi tahraq chouya, une couche de graisse. Donc najmo taawdouha bien sûr fi dar. Kan ma3kom coach Ayoub, najmo tjiouna zada fi la salle de sport nta3na Bibi Gym, jarbou el cours hadaya, hada cours abdo, cuisse abdo fessi, yedoum nous sa3a, en atitkom juste 5 minutes. باش تفهموا الكونسيبت دونك عطيكم الصحه الناس الكل اي على بروشين في لا مان مشكورين لي سبورتيف وقايت نشوفوا سبوت الخاصه بهريكس لو برودوي لي في شامبوان في لوسيون في كومبليمون اليمونتير شامبوان مش شامبوان البرودوي هذايا مصنوع بتقنيه سويسريه ان ذا لونفول فارما اكثر معلومات نجم تدخلوا على باج الفيسبوك لونفول فارما اللي هي لابوراتوار كيف كيف نحب نذكركم اللي عندنا افيش تلقوا على باج الماتينال الافيش هذه تاع النجوم على باج الماتينال تلقاو ثلاثه من صحابكم وتبارتاجيوها وبقدره ربي نهار الجمعه نعمل تيراج وسور ونشوفوا شكون اللي باش تربح ولا يربح كيور نتاع ثلاثه اشهر نشوفوا سبوت لا لا لتساقط الشعر بعد اليوم إريكسل مكمل غذائي يحتوي على كل ما يستحقه نمو الشعر من فيتامينات أساسية
إريكسل فيتو لمعالجة وتقوية الشعر من جذوره ومنع تساقطه. إريكسل شامبو لشعر أكثر جمالاً وحيوية. إريكسل الحل المتكامل ضد تساقط الشعر. إريكسل تقنية سويسرية من مخابر لونفول فارما. دونك برودوي هيركسل تلقاه في كامل صيدليات الجمهورية التونسية. احنا بحثنا الدكتور مراد عدل اللي هو مختص بجراحة الجهاز الهضمي وجراحة السمنة. صباح الخير دكتور. اهلا وسهلا. شو احوالك؟ يعيشك. مرحبا. اليوم الموضوع نتاعنا يهم برشا الناس، هذولي فئة كبيرة من التوانسة اليوم تعاني من السمنة. اليوم باش نحكيو على الجراحة اللي تهتم بالمرض هذا ونقولوا تعالجوا ونشوفوا شنو الحاجات الباهية اللي فيها والحاجات اللي خايبة. اما قبل نرجعوا بحثا ليش. مرحبا فاطمة، باش تكون ضربة البداية اليوم مع حلو ان شاء الله يامات مشاهدينا كلها حلوه وكلها خير وبركه. شيف فتحيه اختارت السمك شيف باش يكون في الحلو نتاع اليوم. اي انا باش نعمل لي مافينز هذوما تاع سمك شيف. هنا الباكو تاع المافينز مانيش باش نحط فيهم الزبيب، نحب خاطر باش نعملهم بالميدالينا. الزينه نتاعهم باش تكون بالميدالينا. البيبيت دو شوكولا باش نحطهم في وسطو كيما تشوفوا. عندنا البيبيت، عندنا باكو كامل معناها فيه كل شيء. تحط له جست 500 ملي زيت، 100 ملي حليب ولا ماء، وانت زيت نجمه كي العاده، زيت نجمه ديو هذا فريمون من الممتازين. هذاك علاش انا نختاره هو للجاتوات والبسكويت نتاعي، باش خاطر ما يعطيش مطعم زايد بتاع زيت. هذاك اللي الحاجه اللي فريمون مميزه ويحمل السخانه سورتو، يتحمل بالقدا السخانه. انا في الحاجات هذوما ديما نحب نزيد قرصه ملح صغيره مع الخلطه بتاعي. نحط هنا العظم ونحط الزيت والحليب، هما يقولوا 100 ملي ماء، انا نحب نحطها حليب يعطي نكهه اكثر للخليط بتاعي، و100 ملي زيت نجمه ديو. نخلطهم ونصبهم في الكوب نتاعهم، يدخلوا الكوشه موجود على ظهر الكتاب للباكو قداش الترتيب نتاعو، عندكم كل شيء هنايا بالواضح. ومن بعد نطيبهم ونرجعوا لبعضنا كيفاش باش نزينوهم. يعطيك صحة شيف فتحية. دونك انا اليوم باش نحضر حويجة باش تكون جراتيني في الكوشة، قلت لكم كيما الطاجين اسمها كلافوتي. دونك يعملوها بحوت، والا انا اليوم اخترت باش نعملها بالتن. دونك شنو فيها هذه الباز نتاع الكلافوتي؟ دونك اول حاجة عندي بطاطا، كعيبتين بطاطا متوسطين قشرتهم صمتهم، بعد قصيتهم مكعبات مش كبار برشا برشا، متوسطين في الحجم ما همش صغيرات. دونك مع هذوما باش نزيد معاهم جلبانة. دونك الجلبانة متاعي عملت لها صمتها كيف كيف، حطيت الماء يسخن سقطتها 5-6 دقائق وخرجتها، وهي سخونة عديتها ديركت الماء بارد باش تحافظ على اللون متاعها وتحافظ على القيمة الغذائية متاعها في حد ذاتها. دونك هذوما يتخلطوا مع بعضهم، باش نفوحهم شوية فلفل أكحل، شيشة خفيفة ملح. علاش؟ على خاطر أنا ديجا باش نستعمل جبن مرياح. دونك جبن مرياح باش نقسمه على زوز، عندي بارتي الأولى باش ناخوها باش تكون في وسط الفارس بيدو، وبارتي الثانية تستحق لها لاباغي أخرى تشوفوها كيفاش تتعمل باش تحط فوق هذايا الكل. دونك نخلطوا مليح المكونات هذيا مع بعضها، وتوا باش نزيدوا عليهم تن الموجة اللي بالماء، اللي من غير زيت من غير حتى شيء بالماء. علاش؟ انا ديما التواجن والحاجات اللي نعملها مقليه وغيره نستعمل فيها تن من غير زيت. دونك بالماء بركه طيب في الماء وبنين برشا طيب في الماء اكيد، والملح نتاعو معدل ما ننسوش اللي هما يطيبوا في الرند الجبلي. هذايا تن الموجه الممتاز، شوفوا لونه محلاه، هو اللي باش يكون في وسط الفارس ويعطيني نكهه بنينه مع المكونات اللي حطيتها في لاباري نتاع الكلافوتي نتاعنا. دونك هكا نحطوا طريفات التن، تشوفوهم كيفاش تبارك الله مورقين هذوما، حكيكه هكا صغرونه مزيانه تكفينا ان نعملوا كلافوتي بنين. العائله متكونه من 5-6 اشخاص، يبذر بالقدا بالقدا. دونك هذايا التن نخلطوه هنا شويه، وباش نحطوه في الطبق نتاع الكوشه. دونك لاباغي هذايا بعد ما تخلط، كان تحبوا تزيدوها شيشة خفيفة شبت وإلا شيشة خفيفة معدنوس، هو أبن حاجة تمشي مع أنواع الحوت ولا التن ولا غيره، كي نعملوا شوية شبت يعطي نكهة بنينة برشا. دونك يتخلط هذايا الكل مع بعضه، نحطوه هو في وسط الطبق نتاع الكوشة باش يكون الباز نتاع البريباراسيون نتاعنا اليوم. هكا نفرشوه بالقدا، المكونات الكل زي ما تتفرش تتوزع بطريقة متساوية.
ما نحكي لكمش على ريحة التن طالعة بالقداب القداب بنينة برشا الحقيقة، وخاصة تن الموجة هذية جربوه اللي في الماء ما تخافوش منه، نعرفه احنا معناش في الكلتور متاعنا برشا التن اللي يطيب في الماء بركة معناه ماهوش بالزيت متاعه، اما جربوه بالحق حويجة ممتازة واحنا ديما نستحقوله في الكوجينة. توا باش نحضر لاباغي اللي باش تجي فوق هذية الكل واش تشده خاطر باش يدخل الكوشة يعمل غراتيناج. دونك عندي هوني ثلاثة عظمات حضرتهم، وعندي الفخوماج رابي من عند مرياح، انا رابيت شويه غودا وشويه غرييغ وشويه ادام، خلطتهم مع بعضهم باش يعطيوني نكهه بنينه للاباري نتاعي. الفخوماج نتاعي اكيد ديما نقولكم من عند مرياح، نختاره على خاطره فروماج يذوب لي في قلب لي فارس لانه مصنوع من 100% حليب، ونختاره على خاطره نظيف مراقب صحيا. دونك هذيا الحاجات اللي تشجعني على اني نستهلك لي برودوي من عند مرياح. شوفوا هنا نخلطهم على العظمات هذوما، نزيد معاه كريم ليكيد كريم فريش هذية ولا الكريمة الطازجة ولا القشدة كل واحد واش يسميها. دونك نزيد كمية محترمة، نخلط ونتبع نشوف هكا. هذية لاباغي اللي باش تتصب فوق الكلافوتي اللي نحضروا فيه، كان تحبوا فوحوها بشوية فلفل أكحل بركة ما تعملوش ملح خاطر الفرماج فيه الملح متاعه معدل ومرو مريقلة. دونك نخلط هكا المكونات متاعي ونحطهم توا فوق البطاطا والجلبانة والتن اللي من عند الموجة خذيناها مع بعضهم هنا، ونفرش الفاخس هذية الكل على الوجه هكا. نحاول نوزعه كيف كيف بشكل متساوي باش هو باش يعمل لي الغراتيناج وباش يشد لي لي كومبوزون الاخرين في بعضهم، دونك باش يجي منظر الكلافوتي نتاعي شاد روحه ومزيان بالكدا بالكدا. دونك اليوم اخترت نعمل لكم كلافوتي بالفخوماج البنين من عند مرياح وتن الموجة. انا هذايا باش نحطه في الكوشة يطيب على درجة حرارة 190، نخليه مدة 15-20 دقيقة لنتحمر شوية وجهه، وقتها نعرفوه اللي هو طاب نخرجوه وباش يزين طاولة الماتينال مع اطباق اخرى قاعدين نحضروا فيها. نرجعوا لفاطمة وضيفنا. مشكورين للشيف يعطيكم ألف صحة. نرجو نحكي مع دكتور مراد عدالة مختص في جراحة الجهاز الهضمي وجراحة السمنة. دكتور نعرفوا اللي السمنة التعريف نتاعها اللي هي كيف نحسب الطول والميزان ومعطى يزمنا من القاوة بين 25-30 هذاك الإنسان نورمالمون سمين، ولكن في تونس مؤشر كتلة جسدية اكزاكتومون هو المؤشر، لكن في تونس مش برشا نعرفوا اللي فما عمليات، حتى العمليات نعرفوهم كل العمليات القديمة كنقول لك ربطوا المعدة حطوا ليزانو هذيك في كيما الخاتم هكايا في المعده. نشوفوا هل فما حاجات اخرين مثلا نجمو نحكيو عليهم كعمليات لجراحه السمنه؟ والموضوع عنده انعكاس على الصحه العامه اكيد، وعلى صحه المواطن التونسي بصفه عامه والصحه المجتمعيه، ولانه مرض السمنه صنفته المنظمه العالميه للصحه كوباء القرن 21 في العالم اجمع، والجمعية التونسية لجراحة السمنة كانت أصدرت بيان في الموضوع لتصنيف مرض السمنة كوباء ودعوة للسلطة القائمة على السياسة الصحية للأخذ بجدية على المستويات الكل. المستوى الأول وهو الوقاية، ونشكركم على هذه الدعوة ونحن في هذا المستوى التعريف والوقاية والتنبيه من مخاطر السمنة ومن تأثيرها على الصحة. المستوى الثاني هو بالإضافة إلى الوقاية سياسة المدرسية، سياسة الثقافة السائدة، سياسة السلوكيات الغذائية. والمستوى الثالث طبعا العلاج، والعلاج عدة مراحل من العلاج. العلاج الأولي المستوى الأول وهو ضروري لكل المرضى وهو علاج السلوك الغذائي، علاج نظام الأكل، نظام الأكل، علاج التوتر العصبي اليومي اللي نعيشه واللي هو يؤدي إلى أنماط سلوكية تهرب للأكل السريعة والأكل الغنية الدسمة والأكل السكريات، وفي مرحلة عليا الحالات السمنة المصاحبة بأمراض أو الشديدة وشديدة الخطورة نمر للوسائل الأكثر فاعلية وجدوى وهي حاليا الجراحة، في انتظار تطور وسائل أخرى منظرية عن طريق الفم وهي بصدد التطوير
وتقدم كبير حاليا في المجال العلاج عن طريق المداخل الطبيعيه يعني عن طريق الفم. اها بي احنا كيش نقول احنا شنو اسباب السمنه؟ هذول العباد كلي كنعرفوا اسباب السمنه، معناتها ماكله غلطه ساعات تكون حاجه وراثيه، معناتها حاجه تحكينا فيهم برشا مرات. اليوم نحب نركز اكثر على العمليات. شنو العمليات اللي ممكن اللي اكثر رواجا في تونس اللي قاعدين نعملوا فيهم في تونس؟ في تونس بلد متقدم من ناحيه تقديم الخدمه العلاجيه الجراحيه لمجال السمنه، وهي مقصد من عده بلدان الى تونس. هناك نسبه كبيره من المرضى الاجانب يجيوا لتونس لعلاج السمنه، واضف الى ذلك انه التونسي نفسه اصبح يفهم اكثر الوسائل هذه واصبح يطلبها ويتوجه للاطباء. فهمت. الانواع نتاعها شنو؟ الانواع عندنا نوعين من العمليات. النوع الاول وهو مجموعه عائله من العمليات، الغايه منها هي تصغير حجم المعدة، تكميمها. منها التكميم، وأساسا على رأسهم التكميم، والتكميم هو استئصال الجزء يساوي تقريبا 70% إلى 80% من المعدة واستخراجه من المريء. تصغير المعدة، سعة المعدة تنقص، وكيف تنقص سعة المعدة السلوك يتغير تدريجيا نحو أكلة قليلة من ناحية الحجم، ونحو أنه المريض يولي يحتاج يمشي يعرف شياكل ويخزر شياكل وينتبه شنو ياكل. بالضبط. وذلك بإيجاد نوع من الشبع السريع والاكتفاء، الإحساس بالاكتفاء عند الأكل. هذا العائلة الأولى. العائلة الثانية أضف إلى تصغير المعدة نضيفوا لها جانب آخر وهو نقص الامتصاص، وذلك بتحوير مسار الأكل. وهي مجموعة عمليات تحوير المسار، جيب صغير في المعدة ثم يقع ربطه بجزء من الأمعاء بحيث الأكل يمر من الجيب هذا المعدي إلى مكان متقدم في الأمعاء الدقيقة، مما ينتج عليه نقص في الامتصاص، يعني نقص الحجم، نقص طاقة الاستيعاب بتاع المعدة ونقص الامتصاص. والعائلة هذه الأخيرة تؤدي بالضرورة إلى نقص في امتصاص أيضا الحاجات اللي نحتاجها أيضا فيتامينات. نعرف أن الأمعاء الدقيقة كل جزء في الأمعاء ربي خلق فيه خاصيات وهو مختص في امتصاص نوعية معينة من الفيتامينات أو المواد، فالمسار اللي ما يمرش منه الأكل باش تنقص الفيتامينات اللي هو متخصص فيهم. ولذلك اللي يقوموا بالعمليات هذه لابد انهم يكونوا فاهمين كيف العمليات، سواء انقاص الحجم سواء تغيير المسار. المريض خاصيه العلاج الجراحي انه المريض ما يمكنش اجراء العمليه الا ما يكون فاهم بالضبط نوع العمليه ونوع العلاج ودارس كيفاش نمط الحياه في المستقبل، مش على سنة، مش على شهر، بل حياته كاملة. بالضبط. لأنه هي جراحة لها تأثير على باقي حياته. معقول جدا دكتور صفاء. دكتور كنا نعرف عملية تكميم المعدة أو السليف كما يعرف، لهنا فما برشا الناس تعمل السليف، ونعرفوا احنا لي ديغا نتاعها سليف، يعني المعاناه اللي يعانيها الباسيون بعد ما يعمل العمليه، يعني تدوم لي اشهر باش يستانس بك الغيتم هذاك، لكن يقولوا انه المعده تساح ابخي ان سارتان مومون تعاود كشكاره المعده تخلف تساح، دونك يرجع ياكل كيف ما قبل اوتوماتيكمون عاود يرجع يزيد في الميزان. هل هذه اشاعه ولا بالحق؟ لا 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 مش اشاعه، وهي حقيقه. وشكرا، سؤال فعلا ذكي، لانه وكأنه نقدموا أنه المعدة هي المتهمة والمتهم ليست المعدة، رغم أنه العمل الجراحي سيتجه إلى الجهاز الهضمي، المتهم هو شخص. لا نوجه لك السؤال، شكون المتهم الرئيسي في السمنة؟ اللي قاعد ياكل هو مخ. المخ وهو الجهاز العصبي مع مجموعة الأعضاء الكلها اللي هي الغدد نتاع الجهاز الهضمي اللي هو البنكرياس، تو نجيو الموضوع السكري والسمنه، تو نجيو اللي هو تو حاليا العلاج الرئيسي اكثر فاعليه في موضوع السكري، الكبد كغده رئيسيه في الجهاز الهضمي، لكن فوق هذا الكل هو الشيف دوركستر. الشيف دوركستر
قائد السيمفونية هو المخ، وهو المخ له علاقة بالحاسيس، جانب حسي، جيعان شبعان، وما هوش ممكن باش ناكلو إذا كان المخ ما نحبوش الماكلة هذيك. يعني نجم نعطيك توا صحن وشكله شهي، لكن لو تتذوقه ما تعديهش، قول لا جو با. إذن الأكل هو إحساسي وحسي بالأساس. من علاش نمشوا للمعدة مشوش نشوفوا حاجة في المخ بلكشي هرمون؟ هذا موضوع بحث، هذا موضوع بحث. وحاليا تطورت أدوية جديدة أصبح المفعول متاعها على على الدماغ، على مركز الشبع ومركز الإحساس بالجوع في الدماغ، وهي بصدد التطوير. والأدوية الجديدة تقريبا 4-5 سنوات حاليا، فما عائلة من الأدوية تعطي نسبة 15% نقص على مستوى سنة، يعني ما زالت تحت مستوى نتائج الجراحة، لكنها نسبة مشجعة بدون التطرق إلى الجراحة. آخر سؤال كان تسمح دكتورة، نحكيه هنا على الجراحة متاع السمنة اللي ولات برشا نستعملوها على خاطر السكر، مع مرض السكر اللي لقيناه برشا يتعالجوا من مرض السكر كيف يعملوا عمليات السمنة. هل هي تمشي مع الناس الكل ولا كيفاش؟ لا، تمشي مع السكري نوع 2، والسكري المصاحب للديابيت غرا، للديابيت تيب 2، السكر الدهني، والمرضى اللي عندهم مؤشر كتلة جسدية تجاوز 30 كيلوغرام في المتر مربع. يعني مريض بدون سمنة ومصاب بالسكري ما عندهاش فاعلية كبيرة، لكن لما تنحي السمنة بالعلاج الجراحي المرضى هذوما حالة السكر متاعهم يتغير بشكل سريع قبل نزول الوزن. قبل نزول الوزن مما علاش دكتور بالضبط؟ لأنه مما خلانا نزيد نتعمق أكثر ونلقاو العمليات اللي فيها تحوير مسار بالنسبة للمرضى السكري نتيجتها أدوم وأطول، وأثبت من ناحية تأثيرها على السكري، واتضح أنه فما وظائف في الاثنى عشري لما يقع تجاوزها في تغيير المسار يؤدي بالضرورة إلى تحسين السكري. سبحان الله. والاختفاء مع حتى عدم الالتجاء إلى الأنسولين أو الحقن. لما يسم شخص يكون اسمي مش ضعيف ويعمل عملية ذي، حتى قبل ما يضعف هو مازال قاعد يضعف، والسكري من الشهر الأول نشوفه تغير تماما، وهذا عنده تأثير على المضاعفات اللي هي بعيدة المدى في السكري، لي كومبليكاسيون كارديوفاسكولير، الاصابات بالكلى، القلب، الشرايين، هذا الكل يتحسن بقدرة ربي. ميرسي بوكو دكتور مراد عدلة، مختص في جراحة الجهاز الهضمي وجراحة السمنة. نرجع بعد للشيف. يعطيك صحة فاطمة، باش نرجع مع بعضنا ونكملوا. أنا الكلافوتي حطيته يطيب ديجا، اللي خدمناه بتن الموجة، والفرماج البنين من عند المرياح. توا باش نشوفوا مع بعضنا ليتاب الثانية في الديسير اليوم، تحضر فيه الشيف فتحية. أنا عبيت حطيت الكوشه تسخن في 180، يلزم يطيبوا في 180، وحطيت تعرفوا أنت اللي المافين سمارت شيف هما فيهم لي كاسيت نتاعهم، فيهم يجيو حاضرين معاهم، يجيو معاهم حاضر باش ما عليكم كان تحطهم في طبق وإلا في مول كيما هكا، معناها باش يبداو ملمومين شادين رواحهم. نسخن الكوشه نرميهم، أونتخ طون أنا نحضر المدالينا، حاجتي بالقشرة متاحة، شفتوا ناحيه الفوقاني وناحيه اللوطاني متاع الميدالينا، ومن بعد ناخذ القشرة كما تشوفوا فيها هكايا. القشرة هذيك هي اللي باش تتاكل، نجموا نعطيو للصغار الميدالينا ياكلوها ولا للكبار، انطوكا احنا حاجتنا سورتو بالقشرة. اذا كان نجموا نحيو لها الخيوط اللي فيها، من هنا كان فيها خيوط، اما تو الميدالينا مازالت صغيرة، مازالت ما فيهاش برشا خيوط، ومن بعد نجيو ونجر نعملوها لاميت لاميت كما تشوفوا هكا، معناها نقصوها في كيما لقيدة، نقولوا اون اليوميت، فوالا اون اليوميت جويدين كيما هكايا، ومن بعد نوريكم شنو باش نعمل به. مشكورين للشيف. نرجع نحكيو تويكا كما قلت لكم على الوكاله التونسيه للمواني وتجهيزات الصيد البحري اللي مش برشا نحكيو عليها اليوم، نحبوا نعملوا لها دوسي ونعملوا لها القيمه اللي تستحق. هذاك علاش بحثنا سي فوزي بن حميده المدير العام للوكاله. صباح خير سيدي.
شكرا ومرحبا بك، صباح الخير. يعيشك. سي فوزي، علاش ما نحكيوش برشا على الوكاله التونسيه للمواني والتجهيزات الصيد البحري؟ هي حتى التوانسه ما يعرفوش شنو الخدمه نتاعها بالضبط، الوظيفه نتاعها. صحيح، هي شكرا على الاستضافه، هذه مناسبه باش نعرفوا ونقدموا وكاله مواني تجهيزات الصيد البحري، ودورها المحوري في دعم قطاع استراتيجي اللي هو قطاع الصيد البحري. وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري تم إحداثها سنة 1992، واللي هي خذت مكان الديوان القومي للصيد البحري، وبموجب قانون إحداثها عهد إليها التصرف واستغلال والتعهد بمواني الصيد البحري اللي هي في عدد 41 ميناء صيد بحري منتشرين على طول الشريط الساحلي من طبرقة في أقصى الشمال الغربي إلى أقصى الجنوب الشرقي ميناء الكتف. وقت اللي نشوفوا الطول الشريط الساحلي متاعنا اللي هو 1350 كيلومتر تقريبا، وعندنا 41 ميناء، معناها ثم تغطية اللي هي بمعدل كل 32 كيلومتر عندنا ميناء صيد البحر. إضافة لهذا، الدولة بصدد إنجاز زوز مواني جديدة إن شاء الله نستلموها سنة 2021 السنة المقبلة. الميناء الأول في سيدي منصور في صفاقس، والميناء الثاني مقابله في قرقنة في سيدي يوسف. معنا إن شاء الله عام الجاي 2021 يولي عندنا 43 ميناء صيد بحري. به توا حاجه به، كي تقول احنا قاعدين نعملوا في مواني جديده ومع الشريط الساحلي نتاعنا الحمد لله معنا فيه برشا مواني، اما وين الصيد البحري؟ وين المواني هذه في الاقتصاد التونسي؟ معناها ما نحسوش انه احنا معناتها حتى كي ندوروا ولا نحوسوا ولا اللي تحب انت، ما نحسوش الميناء في هكا في بهرج ولا محلاه ولا منظم، نحسوا بطويت فوق بعضها، نحسوا الصياده كل واحده مش ميناء سياحي يعني. لا مش سياحي، هو هذا مواني سياحيه كل حاجه وحدها يعني، والصيانه من نقص للصيانه انت حبيت تقول؟ لا صحيح، نقص الصيانه وحتى للبحاره معناها نحسوا مع عشوائيين، فما عباد ماهوش نورمال ما يدخلوش الميناء اصلا. خليني نقدم لك الوضعيه الحاليه ومن بعد المشاريع نتاعنا تو نفهموا كل شيء. باهي، مواني الصيد البحري اللي اكتوالمون في حدود 41 ميناء، منها 28 ميناء عمرهم فات 30 سنه. فوالا دونك وقت اللي ميناء اللي هو موجود في انا في محيط صعيب، صحيح، اللي هو يتسم بالنسبه عاليه من الرطوبه والملوحه والرياح وكل شيء، دونك يلزم تمويلات ضخمه للصيانه والتعهد. سورتو ليكي يا استاذ. المكونات الميناء الكل. الكل. انفراستركتور ومعدات وتجهيزات الكل يلزمها عنايه متواصله وتمويلات ضخمه. دراسه انجزت سنه 2008 في اطار المخطط المديري قامت بها وزاره الفلاحه، بينت كونه لصيانه وتعهد مواني الصيد البحري يلزم نوفروا 190 مليون دينار على مدى 5 سنين. الاعتمادات هذيك ما توفرتش، ما نجمنا نوفر منها كان القليل. الدراسه تحينت بمناسبه المخطط الخماسي 2016-2020، فاقت القيمه نتاعها، ولات وكاله المواني مطالبه وحدها باش توفر من مواردها الذاتيه. منين؟ مواردها الذاتيه اللي هي تو نعطيك عليها فكره منين نجي. 80 مليون دينار على 5 سنين، معناها بمعدل 16 مليار كل عام للصيانه برك، فهمتني؟ واللي هي الوكاله في الفتره هذيك بنجم توفر كان في حدود 2 مليارات في العام. اكهو خاطر هي بيدها الوكاله كانت عندها برشا صعوبات ماليه وهيكليه وكل شيء، وتراكمت الوضعيه هذه وتدهورت المواني. والله جاء الوقت اواخر سنه 2016 اللي يلزم ننقذوا وكاله مواني تجهيزات الصيد البحري. دونك قمنا بدراسه وقفنا على اولويتين حتميتين اللي يلزم تقوم بهم وكاله المواني، هذا اول 2017 باش تقف على ساقيها وباش ننقذوها. الاولويه الاولى هي اعاده هيكله الوكاله، وعملنا مخطط هيكل تنظيمي جديد وتو عند سلطه الاشراف المصادقه عليه. كذلك دعم اللامحوري باش قربنا الخدمات من المواطنين واعطينا اكثر مسؤوليه للي شاف دوبور، وحدثنا بالمناسبه خطه منسق جهوي اللي كانتش موجوده قبل. المنسق الجهوي هذا راي تقول لي شنو هي الميسيون غير ربين نتاع الموانئ معناه
مثلا ولايه قليبيا ولايه نابلس سمحت عندنا اربع مواني. المنسق الجهوي هو امر ميناء قليبيا اللي هو ينسق مع بني خيار ومع الهواري ومع سيدي داود باش يدعمهم بالموارد البشريه، خاطر عندنا نقص فادح في الموارد البشريه. احنا التابلو تشارجمون يلزمنا 660 عون، اكتيوالمون نخدموا ب 429 عون. فكر بقى على بيت بطاله يا سيدي، تو عملتوا انتوما افخ نتاع خدمه. لا احنا عندنا الميزانيه ما تسمحش بالانتداب. الميزانيه تسمح لكن هتسمح. بالنسبه للانتداب يلزم ترخيص من رئاسه الحكومه. هي الانتدابات احنا تو خذينا تراخيص، قمنا بانتدابات 2017 كابول كله بطاله. معقول، لكن زاد ما الانتدابات لازمها تكون مدروسه باش ناخذوا حاجياتنا بالضبط. نقعدوا عام وثلاث سنين باش نعملوا انتدابات. احنا مازلنا كي كملنا تو بصح وقلب. احنا تو مثلا عمناو قمنا بانتدابات على حساب 2017 و2018، تو اكتوالمون قاعدين نقوموا بتحقيق انتداب فيه 49 عون. ال 49 هذوما فيهم دي تكنيسيان مختلف اختصاصات اللي هي علاقه بالصيد البحري، وفيها السواق وفيها ربابنا الزوارق، خاطر هذوما 49 هما راهم للمشروع نتاع الاقتناءات اللي باش نحكي لكم عليهم تو. فهمتك. دونك 2020 عندنا زاد تقريب انتداب في ال 47 عون. ثم الانتدابات لكن تصير على مراحل، ما نجموش احنا حاجتنا ب 200 ناخذوهم فرد عام. فهمتني؟ يلزم تراخيص ويلزم احنا نبرمج الانتدابات باش تكون سيبلي. باهي عندكم الاقتناءات اللي باش توصل 30 مليار هكا في بالي نو؟ اي نعم. احنا دونك النقطة الأولى هي اللي حكيت لكم عليها باش ننقذوا الوكالة، كانت الأولوية الأولى هي إعادة الهيكلة واللامحورية ونشر ثقافة الحوكمة وكذلك فرض الانضباط. خاطر نعرف وضعية بلادنا الكل، ثم تسيب ثم قلت انضباط عدم انضباط في كل شيء في عديد المجالات. دونك الحمد لله وقفنا باش توفقنا باش عملنا الشيء هذا اللي هو حسن الوضعيه نتاع الوكاله. اخر 2016 الوكاله كانت ديفيسيتير في 2.6 مليون دينار. الحمد لله في 2017 ولينا في الايجابي، ولينا 1.1 مليون دينار في الايجابي. 2018 ولينا 3.6 مليون دينار. دونك بالامكانيات هذيك ولينا نجموا نعملوا انتدابات ونوفروا الشهاري للعباد اللي باش ندبوه. كذلك كنا قدام حتميه ثانيه اللي هي يلزم دعم وتعويض المعدات المهترئه، مثلا اكزامبل الرافعات اللي تقوم هي برفع كما اللي موجوده في الصوره، اللي تقوم برفع المراكب باش يقوموا بعمليات الصيانه والتهئه والكاريناج اللي هو العمره يتسمى، واللي هو لازم على الاقل المركب في العام يعمل مره اونترتيان كامل لسلامه البحار وسلامه المركب باش ما يغرقش. دونك التجهيزات هذه الرافعات عندنا في حدود 13 رافعه متنقله، الطوناج نتاعها حمولتها بين 110 و250، عمرهم فاق 30 عام، حتى قطاع الغيار نتاعهم ما عادش موجوده سير المارشي. دونك كنا امام حتميه ايجاد حلول لتعويض ودعم هذه المعدات. كذلك عندنا عدة مواني اللي هو الموقع نتاعها صعب، تشهد ترمل وتشهد تراكمات لعشبة الذريع واللي توصل تتسكر كاريمون، كيف ميناء الهوارية، كيف ميناء هرقلة، كيف عدة مواني في الساحل اللي توصل تتسكر. واحنا وقتها عندنا معدات جهر تتمثل في جرافة عمرها 40 عام. حتى كل شيء قديم اللي نعم اي نعم كل شيء قديم، لكن الحمد لله وصلنا قاعدين تحسنوا وتجددوا. احنا توصلنا لقينا حل، لقينا ايجاد خط، لقينا خط تمويل يتمثل في قرض طويل امد ب 30 مليون دينار، وكنا نعرفوا احنا حاجياتنا بالضبط محضرينها ودارسينها شنيا. دونك تمكنا من اقتناء خمسه رفعات، زوز حموله 250 طن، واحدة استلمناها نهار 15 شهر الفات في ميناء بنزرت، كمل أمس آخر نهار التركيب نتاعها، غدوة إن شاء الله نبداو في التجارب الاستلام. أختها اليوم الفجر دخلت لميناء رادس واللي هي حمولة 250 طن وباش تتوجه لميناء جرزيس. مع زوز هذوما قمنا بتحقيق صفقة لاقتناء ثلاثة رفعات أخرين مع نفس المزود، حمولة الواحدة 300 طن. أكبر. واحدة الميناء قليبيا، الثانية الميناء الطبلبة، والثالثة الميناء صفاقس. بالخمسة رفعات هذه دونك عملنا كوفرتير للبريسك للساحل الساحل نتاعنا الكل. مع هذا الكل احنا توا قاعدين إن شاء الله على ثنية صحيحة باش نحققوا اقتناء ستة زوارق لنظافة أحواض المواني،
وكذلك 6 شاحنات لنظافة طرقاتك اللي فيهم اللي بروس من القدام. بالضبط. إن شاء الله هذوما يتحقوا خلال سنة 2021 إن شاء الله. مع هذا الكل احنا مساهمة من الوكالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 واللي هذه استراتيجية متاع بلادنا. بدينا التجربة والمشروع الأول هو مشروع الانتقال الطاقي. بدينا بتبديل شبكة التنوير العموم في ميناء حومة السوق ما عادش بالطاقة الكلاسيكية ولات بالطاقة الشمسية ونجحت التجربة هذه وتو وصلنا ميناء المحرس وميناء جرزيس وميناء بوغرار وقاعدين نخدم على إيجاد خط تمويل باش نقوموا بنسميوها فيرم فوتوفولتايك باش نركزوا اون فيرم كاملة اللي هي تلبي لنا حاجياتنا الكل تمثل في تقريبا أقل شوية من 5 ميجاوات وقتها نحدوا الاكتفاء الذاتي متاعنا من الطاقة واللي هي متأتية من الشمس الطاقة الشمسية. معقولة جدا. توسي فوزي المشاريع هذه والمخططات هذه إن شاء الله شتعمل في 2020 و 2021 بلوتو وحتى 2030 شنو باش تنفع هنا الصياد التونسي؟ شنو باش تنفع المواطن التونسي؟ الاقتصاد التونسي كي نعملوا حاجات كيما هكا اللي يسمع فينا يقول لك باهي يعطيهم الصحة أي وين شنو منفعتي كصياد مثلا؟ أول حاجة هي باش الوكالة تبقى واقفة على ساقيها والوكالة هي تجعلك باش تقدم الخدمات للبحارة والكل المتدخلين في قطاع صيد البحر. باهي. الوكالة هو كي نشوفوا الميناء المكونات نتاعو فيه أرصفة لرسو وحماية المراكب. باهي. إذا ما فهمش ميناء المركب ما عندوش وجود. الخدمات اللي نوفروها هي الرفع والإنزال باش يقوموا بعملية الصيانة. كذلك نعطيو محلات لورشات، الورشات الصيانة، ورشات الإصلاح، مركبات تبريد باش يوفروا الثلج باش يوفروا الخزن نتاع المنتوج. أسواق جملة بمعدل كل ميناء عنا فيه سوق جملة الأسماك. دونك هذه الكل إذا كان ما ثماش وكالة مواني وتجهيزات الصيد البحري محافظ على توازناتها المالية وواقف على ساقيها يندثر وما عادش الوكالة تنجم تقدم الخدمات للبحارة والمنظومة كلها تتلاشى. معقول جدا. سي فوزي بن حميدة مشكور على الحضور، هو مدير عام وكالة المواني وتجهيزات الصيد البحري. خذينا عليها فكرة، خذينا فكرة حتى على مشاريعها المستقبلية وإن شاء الله ديما علاش ليه كل مسؤول يجي يقول معنا خاطر هو به إنه كل مسؤول يجي يقول ها وشنو عندي وشنو شريت وشنو عندي مشاكل ما فيها بس. وقايت نخرج فاصل من بعد. قوتنا في هرستنا. وردة سرها المحبه.